بوكر اور بوكر اور بوكر اور اوميتسويان بوكر اور اوميتسويان بوكر اور اوميفوراخ بوكر اور اوميفوراخ شلوم لخم هيوم نعسي حزرك تسرى على هبوعل بتسورات عفار لمدنو هبوعل بتسوراتها هوفي وبتسورات سيفوي. تعلمنا الفعل في حالة الحاضر في حالة الأمر، لكن اليوم نعود ونعمل مراجعة على الفعل في حالة الماضي، ويبقى عندنا حالة واحدة وهي حالة المستقبل أو العتيد. بعد ذلك نتعلم قصة عامية، قصة شعبية كيف نقولها للأطفال إذا أردنا أن نعلمهم، ثم بعد ذلك نعود إلى السماع. تذكير بديبور نعسي صحة شئلوت وتشيفوت أحري شي كل أحد مخيم يتسيك اتأتسمو حفير شلو حفيرا شلو. ابتهال ببكشة يلا شلوم شمي تتحيلي. سلام اسمي ابتهال، اني من تركريم، اني قرابي دلخصون، اني لا نسوى، اني ربكة، اني بيت عسريم، اني ستودنتيت بأونيفرسيتي خطوري، اني لمادت افريت، اني قرأت افريت، اني كتابت افريت، أني جدول أني جدولا 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 مع الهاء جدول المسكر. أني جدولا تعلمنا الحالات الأربعة، المفرد المسكر، مفرد مؤنث، جمع مسكر وجمع مؤنث. زخار يحيد أو يحيد زخار، يحيد نكفاء، ربيم زخار ورظيم نكفاء. تجيدوا لي او جدول يلا كرام صوت اعلى جدول جدولا جدوليم جدولوت. هذا حالة الاسم مفرد ومذكر، مفرد مؤنث وجمع مذكر وجمع مؤنث. في عنا شم زوجي، اذا هذا بكون من الاسماء الزوجيه بنعمل شتي يود عم ميم يدايم رجلايم الى اخره. هذه الحاله الاخرى من حالات الاسم، عندنا حاله المفرد ثم شمزوجي والجمع. يلا اني جدولا تمشيخي تمشيخي اني جدولا اني لوكتنا اني اني جدولا اني صفات شموت توار. هاي الصفات عندك، اني توفا، اني لرعا، اني رزا، اني لوشمنا. يلا اني لوكتان، اني اني لوكتنا كتنا، اني بيوني، اني يابا، اني لو بدنا نحضرهم صفات، ما بدنا كل واحد كنا بده يحضر، لانه كلكم ممكن في الامتحان الثاني نجيب لكم انه صفات احكي عن حالك 10 صفات ايجابيه فيك و10 صفات لا. اوكي اني بريء اني لو حلي، اني برئاء اني لو حلا، اني حزكا اني لو حلشا، الصفه وعكسها. طلبنا منكم تحضروا بالحكي، ولكن بدنا نزيد سرعه الكلام. طيب حزراء الهو، يلا هو محمد هو كذا كذا الى اخره. تمشيخي محمد هو من تركارم، هو جار بي تركارم، هي بن عسريم، هو ستودنت بأونيفرسيتي خطوري، هو رباك، هو لو نسوى، هو لو نسوي، هو قرأت عبريت، قرأ عبريت، هو كتاب عبريت، هو لمات عبريت، هو جدول. يلا هي هي لما هي من هي من تركارم، هي قارا بي تركارم، هي بيت عسريم، هي رفكا، هي لانسوا، هي ستودنت با اونيفرسيتات خدوري، هي لمادة عفريت، هي قرأت عفريت، هي كتابة عفريت،
هي جدولة. هي جدولة. هي لوكتنا. هو أكتنا. هي توفا. هي لورعة. هي يفا. هي لومكعيلة. هي رزا. هي لوشمينة. يعني معناته إذا ما بدكم تحفظوا معاني الكلمات وتدخلوها بالمحادثة، معنى أنتوا قررتوا توقفوا عند حد معين، وهذا ما بينفع. زي لو عزر لخم أتم لو ما تقدمين كخا أني ملمد أتخم إخ لركوش شفاء، إخ لدبير بمهروت وبكالوت. أتم خيافين لحزور على هملهم تشتمشوا بهم بأني وأني أو ما شبه ذلك. تتني لي راك شمتوأر أحد بهاد رجاء بهاد يفوت. أني توفا، أني توفا كمو أخوتي. تمشيخي يلا الصفات الدرجات مستويات التفضيل حالات التفضيل. يلا أني توفا واحدة من الصفات. أني توفا، أني حمودة، أني حمودة كمو أخوتي. أني يوتير حمودة من أخوتي. أني حمودة بيوتير. أني أخي حمودة. تعلمنا هذا الكلام ولا لا؟ أسماء. أني حمودة. أني حمودة. أني أني يوتر حمودة. أني هتوفا حمودة بيوتير. حمودة بيوتير. أخي حمودة. أخي حمودة. يلا تسألي أوتا شئلوت فيهي تعني لخ ببكشة تتحيلي. تسألي أوتا تنيلا تنيلا نونو هي يلا مئات. سلام. سلام. مئات. أنا مئين. أنا من طول كريم. مئة طول كريم. بدنا نتعود النون نحذفها. هنون نفلت من عربيت بعفريت من مي. مين ايضا مئتا بدل مين انت. والنون نفلت بانت بتصير اتا. نفلت من انت تصبح ات. ونفلت من انتم وتصبح اتم. نفلت جمكين من انتن وتصبح اتن. هالنون بعرفيت نفلت بعفريت. اوكي النون تحذف تسقط من كلمة أنت وأنت وأنتم وأنتن ومن ومن ومنين منين أو مين 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 تصبح مي. منين أيضا من مئين تصبح مئين بدل مين مئين. يلا أني قارة بدرسون. ما أتعسى. أني عسى عسى يلا ما أتعسى. أني لميدة عفريت. أوكي متاي أت لميدة عفريت. يومي ألف وبيت وجيميل ودالت. كما زمان أت لميدة. أني لميدة ساعتين كل يوم. بات كما أت. أني بيت عشرين. نعيم مقود. يلا تفضل. سلام اسمي هاني. أني من تركيليا. أني جار بكالكيليا. أني جار. جار جار. أني جار بكالكيليا. يلا. أني بن تسعة عشرة. يش لي مشخفة مشخفة كتنا. يش لي شتى أخيم. إن لي أخوت. أني ستودنت بجامعة خدوري. أني لمدت إفريت. أني لمدت إفريت. أني كتب إفريت. أني قرأت إفريت. طيب هو. هو يوسف. هو من رام الله. هو هو جار برام الله. هو بن تسعة عشر. هو أول شيء بنقول هو عمي بعدين مش من مي. قبل شوي نبهنا زميلتك إلها. أوكي يش مش بقى كتنية ين لو أخو ين لو أخيم يش لو يش لو יש לו אופט. הוא סטודנט באוניברסיטת ביר-זית. הוא לומד עברית, הוא כותב עברית, הוא קורא עברית. היא יאנה. היא מרמאללה. היא גרה ברמאללה. יש לה שפחים גדולה. יש לה ארבע אחות, אחים. יש לה שתי אחיות,
أخيات. شي تلميذات، هي تلميذات. هي لوكر لومد البيت، هي لوكر. كمان أنت قلت شتي أخيم، لازم نقول شني أخيم، شتي أخيات. لأنه في حالة إذا استعملنا كلمة في اثنين مع رقم اثنين للمؤنث، شتي من شتايم للمؤنث، وللمذكر من شنايم بتصير شني أخيم. ماشي؟ بدي تحضر أكتر كويس. طب نكتفي اليوم بهدول الأسماء، إنه كل يوم عم نذكر اسمين حتى نمشي مع بعض، حتى نمشي مع بعض. هلا نشوف شو في عنا باقي في دروسنا في الدرس هذا، في كل المساق الموجود لدينا. كل هذا النص، كل هاي النصوص الأولانية بدنا نعمل عليها مراجعة كل يوم. تراجعوا تشوفوا شو في أسئلة عندكم، شو في أسئلة عندكم. الأسئلة علامات الاستفهام بشكل خاص بدنا نعمل فيها دائما زيادة، وبدنا نعمل فيها تحضير أكثر. كل هاي لازم تتذكروا اللي راجعنا الحركات. طلبنا منكم ترجعوا على الكتاب إيش المفتاح، حزراء لسفر المفتاح، وتصوروا منه المادة المطلوبة معكم على أساس أنه نعمل أسئلة وأجوبة كثيرة جدا في هذا السياق. في أسماء الإشارة خلصناهم، في سؤال على أسماء الإشارة. بعدين هاي الأسماء، ظل علينا في إشي. مئة أتا، مئين أتا، إف أتا جار، ما أتا عسيم، متى أتا لوميد عفريت، كم زمان أتا لوميد، إخ أتا مرجيش، إخ أت مرجيشا، شيك أخذناهم كلياتهم، إخ أدم مرجيشيم، وبنجاوب عليهم. أخذنا سبابا بسيدر، بسيدر جمور، توف توف تودا بروخ هشيم، بدنا نحفظهم كلهم هدول. كل واحد بده يسأل الثاني الأسئلة كيف الحال، والثاني بده يجاوب عليها. بدنا نسأل كل أسئلة كيف الحال، والكل يجاوب عليها. هلا انا بعمل معكم كلكم مع مجموعه، وكل واحد على السريع بجنب الثاني عم بيعمل وبيسال وبيجاوب على بعض. اخ لما مدوع بسبب ماذا؟ مدوع اتاني علمت اتمول، لماذا غبت بالامس؟ نعلمت، لماذا اختفيت بالامس؟ مدوع، يلا تجيب لي لما. هيالي مفحان بجلال شي، هيالي مفحان اني نعلمتي بجلال بسبب، بجلال بجلال بسبب، او كي هيالي مفحان. قول كي هيالي مفحان، كي هيالي مفحان، مفحان كان عندي امتحان. نعلمتي اتمول بجلال شي هيالي، ايضا شي ان كان شي هيالي مفحان. فيك تستعمل شي او بجلال او كي. ماشي؟ لما نعلمت. مدوع ايضا بسبب ماذا؟ كما، كما زمان أتا لوميد، كما زمان أت لوميدت، شعتين. هائم أتا حلي، هائم أتا توف، هائم أتا مرجيش توف، هائم هل إذا، هائم هائم. كيت ساد، كيت ساد على أي وجه، بأي حق كيت ساد؟ كيت ساد هنا من سايد، من الإنجليزية سايد، كيت ساد. كيت ساد على أي حق، على أي وجه كيت ساد؟ من سايد، سايد بالإنجليزية سايد، على أي جانب، على أي وجه، على أي حق. كيت ساد أتا لو عصيها بحنا، على أي وجه أتا لا لم تعمل الامتحان؟ كيت ساد أتا لو إن لخا سفر، بأي شكل أنت لا يوجد عندك كتاب أو دفتر؟ وين دفترك وكتابك؟ ما بدي طالب، ما بدي طالب بالصف ما عنده كتاب وما عنده دفتر. هذا معناته سيمان لو توف، علامة مش كويسة. سيمان انه هو لو اوفرقتها بحناء، انه هو ما راح بده ينجح في الامتحان. مش معقول، هذه لغة، لغة جديدة، يعني مش درس ثقافة بتروح لي على الانترنت وما شابه ذلك، او قصة، قصة رجال في الشمس، ولا قصة، قصة لغسان كنفاني، ولا قصة لأمير حبيبي بتقرأها كيفما اتفق. مش خراريف حصة اللغة. أي واحد بيجيني من دون كتب معناته زي سيمان لو توف، زي سيمان شو هو لو روتسي لافور اتها بحنا، لو روتسي لكافيل تسيون غافوة، ما
ما تقول لي انا بدي ارفع معدلي وعلامتي وجاي انا جاي، مش معقول، غير مقبول. كتساد اتاب بلا شعور بليس فريم. على اي وجه حق انت تاتي الى المحاضره من دون كتساد اتا يوشيف كان بليس فريم. كتساد اتا هيفين مفين اتها هارت ساء تفهم المحاضره بليس فريم. على اي وجه، على اي وجه حق؟ لان اتا نسيع، لان اتا نسيع. الى اين انت تسافر؟ ازي يوفي، شو هالجمال، شو هالحلاوه. الكل كل ازي يوفي. ايوه هيك تخيخو. شو تخيخو؟ تبتسموا يعني، بخيخ يبتسم. ازي يوفي. قام اتاتي خيخ، على الافشة اين لخا سفريم. بالرغم من انه ما عندكش كتب كمان. لا لا زي لحفرش الخا. زول لا يخبات لي، هو هيا لخا. وتو دفار. كتساد اتاب الشعور بلي سفريم. اوكي؟ كتساد اذا على اي حق؟ لان اتا نسيع. ازي يوفي. ايه ايه حيث. ايه اتا هوليخ. حيث الى حيث اين انت تذهب؟ بشبيل ما. بشبيل ما بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ تقول مدوع او لما اتا لو بأتا. بتقول اني هلختي لروفي. بشبيل ما اتا هلخت لروفي. اني هلخت لروفي لعصوت بدكات دم. ما زي لعصوت بدكات دم؟ لاعمل فحص دم. رحت على الطبيب حتى اعمل فحص دم. المهم هلا على الماء، ما تدخل عليها حروف الجر. علما، بما، لما، كما، مما، بن كما. اخذنا بن كما كم. علما كل همهما. ماذا على الماء كل همهما؟ على ماذا كل هالضجة؟ على الماء، على الماء رعش. على ماذا هذه الضجة؟ على الماء كل همهما، لماذا هذه الضجة؟ بما، بما أتى عسوك؟ بماذا أنت مشغول؟ بما أتى عسوك؟ بما أتى عسوك؟ بماذا أنت مشغول؟ داي داي هل تدبروا ببكشة تشمعوا؟ أوكي؟ بما لما أتاك عيس؟ لماذا أنت حزين؟ لما توقيز كما زيعوا لي؟ شو كما زيعوا لي؟ كم ثمن هذا؟ كما زيعوا لي؟ مما أتى بحيد؟ مماذا أنت خائف؟ بحيد أخذناها، بحيد بحدان أيضا بالصفات أخذناها بحيد. مما بن كما أتى؟ كل هذه الأسئلة. نمشي كمان نشوف شو في عندي. هاي التمارين طلبنا منكم تجاوبوها. مي أتى؟ مي هو؟ مي هي؟ مي أين أتى؟ إفو أتى؟ جار؟ ما شمخا؟ متي أتى لوميد؟ إخ أتى؟ بأوتوبوس أو بمونيد؟ وخدناها بإتسل هروفي أيضا هاي النص. لما الطبيب بيسأل ما؟ إخ أتى؟ بأوتوبوس أو بمونيد؟ أوتوبوس باص ومونيد؟ مونيد تاكسي، تاكسي عداد منيت من لمنوت. يلا هلا بدي اسالكم انا الاسئله اللي اخذناها وفرقنا بيناتها. ب ما شلوم خا؟ ما شلوم خم؟ ما شلوم ميخ؟ ما شلوم خن؟ وجاوبوا عليها كلياتها توب بالصدر بالاول. اوكي؟ وبعدين اسالكم ما شما ايضا؟ اخ تمرقيش؟ اخ تمرقشا؟ ما معنيين؟ كمان جاوبوا عليها توب بالصدر. ما انيانين؟ ما معنيين؟ اوكي؟ نحول الافعال. لا 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 هلا 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 بنستعمل واحدة، لكن انتم بدكم تتعودوا تستخدموا كل الاجابات. واحد يسال ونعدد الجوابات، نعدد الاسئله والجوابات. يعني خليني انا اعمل معك، اعطيني مايك اشوف. بتعطيني كل مره جواب مختلف عن الثاني. شلوم. شلوم. ما شمخا؟ اي بسيدر. من اين اتى؟ من تركيا. ايف اتى جار؟ اني جار ببيت ليل. بن كما أتى؟ أنا بن أسريم. أتى رفاك أو نسوي؟ أني رفاك. ما أتى عسي؟ أني لمد عفريت. مي هو؟ هو محمد. مي أين هو؟ يا رجل أي جواب افتراضي، من طلوزة جاوبه.
اي جواب افتراضي يعني ما توقف بالتعليم. طيب ماشي لمخا بسادر كمور ايه خدتها مرقيش سادر لا بدنا نغير بسادر كمور استعملناها بسادر توف تودا بروخ هشام صبابة عندك الجوابات موجودة عندك كتير اوكي مرة تانية ماشي لمخا توف ما نشمع سادر ايه خدتها مرقيش كل يوفي لو توف لو راع اني لو مرقيش توف ها ما معنيين هكل بسدر فيك تجاوب بالاخير هكل بسدر لانه هكل بسدر للعمل ولغير العمل كل شيء تمام اعطيها المايك اللي قدامك لو سمحت شلوم شلوم ما شميخ اصاله مئين ات اصاله اني ميتو كام افو ات قرا اني قرا برامين بات كام ات اني بات عسريم ات نسوء او رفكا اني نسوء ما ات عسا اني لمادة عفريت متى أكل مادة عفريت؟ أنا لمادة عفريت يومي ريشون شنيش لشي رفعي كم زمان أكل مادة عفريت؟ أنا لمادة عفريت ساعتين كل يوم مي هي؟ هي إسراء مي أين هي؟ هي من طول كرم إفو هي قرا؟ هي قرا بطول كرم بات كم هي؟ هي بات عسريم ما هي عسا؟ هي لمادة عفريت هي نسوءة أو رفكا؟ هي رفكا هي لون سواء هي رفكا هي لون سواء مي هو هو أحمد من أين هو هو من طول كرم إفو هو قار هي قار بطول كرم بين كم هو هي بين عسريم وأخاد هو بين عسريم وأخاد هو رفاك أو نسوي هو رفاك هو لون سوي ما هو عسي هو لميد عفريت متى هو لميد عفريت هو لميد عفريت يمي ألف بيت جامل دلت كم زمان هو لميد عفريت هي لميد عفريت ساعتين هو لميد عفريت ساعتين كل يوم كل يوم إفو هو لميد عفريت إفو هو لميد عفريت هو لميد هو لميد عفريت أت أونيفرسيتا با أونيفرسيتا خضوري خضوري متسيان ماش لميخ بسادر ما نشمع بروخ هشام اخ ات مرقشا متسيان متسيان ممتاز 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 متسيان متسيان قام كين لاخ متسيان ممتاز هيك بدو اسئلة كل واحد يحضر الاسئلة وهيك يسأل التاني الجوابات بشكل ممتاز هيك منتعلم اللغة العبرية يعني لما تسألها 10 أسئلة عنها وعشر أسئلة عن زميلها وعشر أسئلة عن زميلتها أوكي أو أكثر هي 30 سؤال 30 جواب أحسن رأيون أحسن مقابلة بعدين ندخل لإشي جديد بنضيفه كمان شوي اسمه سدر يوم البرنامج اليومي بنبلش متاي أتا يوشين متاي أتا متعرير متاي أتا كام متاي أتا متلبش متاي أخل أرخات بوكر متاي أتا يتسامي عبايت متاي أتا ما تحيل للمود متاي أتا قمير هالمودين متاي أتا حزير عبايت على متاي نصير عند إمتى بتكون نايم إمتى بتكون إمتى بتصحى إمتى بتلبس إمتى بتفطر إمتى كذا 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 صدر يوم شرخاء وتمين صدر يوم شرخاء لو مشكر كلام 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 صدر يوم شلانو لو مشكر جدول أعمالنا لا يكذب نحن مرات بنحكي أنا وأنا 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 كله كله هذا حكي فاضي لما بنحكي لجدول الأعمال جدول الأعمال هو اللي ببين شو أنت مزبوط شو أنت بالسلوك تبعك بالثقافة تبعك أوكي إذن هكذا نريد أن نتقدم في مسألة الأسئلة والأجوبة كل الأسئلة هدول بدي تحط لي إياهم وتحط لي عليهم أسئلة وجوابات وعملوا صحة دو صحة يعني كل اثنين يشتركوا في انه يسألوا بعضهم الاسئلة انت بتسأليها كل الاسئلة هدول ماشي اللي ما بتعرفي تركي فاضي مشان نعطيك جملة عليه بتكتبيه على ورقة تيجي تاني يوم الصبحية بتسأليها كل الاسئلة زي انا كيف سألتها ماشي اللي ما بتعرفي بتتركي فاضي من ادوات الاستفهام مشان نعطيك اياها الجملة انت بتسأليها وبتجاوبك وبتكتبي الجواب وبعدين هي بتحكي الجواب كمان انت بتسأليها نفس الشيء وبتجاوب طب تاخذ الجوابات منها مشان تعرفي تحكي الأجوبة كل تنين مع بعض كل تنتين كل اتنين مع بعض ماشي وبتقعدوا للمرة الجاية بجنب بعض اللي عاملين الانترفيو تبهتوا شباب وصبايا شو تعملوا هذا الترجيل مطلوب منكم
وراح اسالكم عليه واحط لكم عليه علامه على المحادثه. انتبهوا هذا الحكي. طيب مشينا احنا كمان خلصنا كيف نبدا محادثه هذه شالوم الى اخره التي قلت لكم عنها. طلبت منكم واجب بوكر توف مئين. ايضا يمكن استخدام مئين. انتبهوا مئين نوسعيم لحيفا. منين بيسافروا على حيفا؟ مئين هولخيم لأونيفرسيتا لأولبان المعهد. مئين هولخيم لأونيفرسيتا خضوري. يعني ممكن حدا يسألك وين منين بتروح هل؟ مئين نوسعيم لمحسوم الطيبة. منين بيسافروا لمحسوم الطيبة؟ ممكن يسألوك هيك. مئين كونين بقديم يفيم. منين بيشتروا ثياب؟ ثياب جميلة. مئين كونيم لحم. مئين كونيم سفريم. مئين كونيم سفريم. يلا مين يجاوبني مئين كونيم سفريم؟ منين بيشتري كتب؟ مي سافر مي حنوتها سفريم. كونيم سفريم مي حنوتها سفريم من دكان الكتب. من سفريات، في عنا سفريات مكتبة أو مي حنوت سفريم. إيفو إيفو أيضا ركزنا عليها. إفو أتجار أين تسكن؟ إفو إذا بدنا نسأل عن مكان بنقول إفو ها أولبان، بنحط له هي دعاء. إفو ها أونيفرسيتا، بينما الأعلام لا نضيف لها ها. ما بنقولش إفو ها سعيد أو إفو أحمد، بنقول إفو ها أحمد، بنقول إفو سعيد، إفو سمير، إفو. أما مدير بنقول إفو ها ميناهيل، وين المدير؟ أوكي؟ موري إفو ها موري. المحاضر مارتسي إفو ها مارتسي. تلميذ إفوها تلميذ، لكن الأعلام الأسماء سعيد محمد خالد ما بدخل لها هاء التعريف، هي دعاء. الكلمات الأخرى يدخل عليها هاء التعريف. إفوها أونيفرسيتا، إفوها كافيتيريا، إفوها أولبان المعهد، إفو إفو الكلمات إفو سعيد، إفو محمد، إفو خالد، إفوها ميناهيل، إفو هموري، إفو هامارتسي، بنحط لها ها. بينما الأعلام الأسماء لا تأخذ الها. عند السؤال عن الأعلام لا نستعمل حرف التعريف الهي دعاء، أخذناها. في عندنا أيضا ما، أخذناها. هذا الهوفي، حالة الهوفي. ما أتا لوميد، ما أتا كوتيف، ما أتا كوري. ما أت لوميدت، ما أت كوتيفت، ما أت كوريت. ما أتم لوم ديم، ما أتم كوتفيم، ما أتم كورئيم. ما أتم لوم ديم، ما أتم كوتفيم، ما أتم كورئيم. يلا أشوف وين المايك، مع مين؟ وين المايك عندك؟ أعطيني يا الشاب اللي وراء أشوف عندك ببكشة. ما أتا لوميد؟ أني لوميد عبريت. ما أتا كوري؟ أني كوري عبريت. ما أتا كوتيف؟ أني كوتيف عبريت. غير، في عندك أنجليت، عربيت، عفريت، إيطالكيت، جرمانيت. أعطي المايك لغيرك. ما أتا لوميد؟ أني لوميد عفريت. ما أتا كوري؟ أني كوري عربيت. ما أتا كوتيف؟ أني كوتيف عفريت. أوكي. في كمان ما أتا ميدابير، يعني ما ستتكلم. ميدابير. يلا شلوم. شلوم. ما أتا ميدابير؟ أني ميدابير عفريت. ما أتا كوتيف؟ أني كوتيف عربيت. ما أتا كوتيف؟ أني كوتيف إنجليت. ما أتا كوري؟ أني كوري إنجليت. ما أتا كوتيف؟ أني كوتيف عفريت. متسويان. أوكي. هنا للغات، عفريت، عربيت، انجليت، صرفتيت، جرمانيت، روسيت، ايطالكيت، سفرديت، سفرديت اسباني، صرفتيت فرنسي. وهناك تخصصات بالتعليم، شيفوك، سودوري، هنهلا، و هنهلا، هذه خطا الكلمه يمكن، اوكي. بعدين تكنولوجيا، تكنولوجيا مدعيت، وهكذا. عندك محشيف، مدعي رفؤاء، حشبونوت. كل هذه التخصصات الموجودة لديكم أو موجودة عند غيركم من الجامعات، ليس فقط عندكم. ما أتا شوتي. لاحظوا شوتي للمذكر ماذا أخذت؟ ما سأخذت شوتي للمذكر لامد هي. شوتي بوني كوني علي لامد هي. الذي ينتهي بها
ياخذ ما قبل الهاء سيقول للمذكر، ثلاث نقط تحت الحرف، انتبهتوا عليها؟ هايها موجوده ثلاث نقط. بينما تاخذ لا المؤنث كوماتس فتحه كبيره شتاء قبل الهاء مع بعض بوني، كيف بنحكيها المؤنث؟ بونا. كوني شتي علي رؤي عسي موري. في الاسماء وفي الافعال ايضا، في الاسماء وفي الافعال، موري مثلا اسم ماشي، حلي مثلا صفه، حلي حلا، رزي رزا، يفي بالصفات ايضا، بالصفات بالاسماء بالكذا بالاخره. لامد هي الذي ينتهي بها ما قبل الهاء في حاله الهوفي وفي كل الحالات ياخذ ماذا؟ ياخذ كسره مماله اللي هو سيجول، ثلاث نقاط تحت الحرف للمذكر وكومانس للمؤنث. هذه العلامه لازم تنتبهوا لانها علامه تانيث وعلامه تذكير. بعدين شتيم، نحن اتم هم شتيم، نحن اتن هن شتوت، لشتوت لشتوت شم بوعل، ما ترسلش لشتوت، اني رسل شتوت كافيه، يلا ايدي ما ترسل شتوت، لشتوت كافيه، اني رسل عيد عيد، اني رسل لشتوت كافيه، ما بعد اني رسل شتوت كافيه، عيد وراي اني رسل لشتوت كافيه، اني رسل لشتوت كافيه، كلكم مع بعض اني رسل لشتوت كافيه، اني رسل لشتوت كافيه، اني لو رسل لشتوت تي، مع بعض بحالة التأنيس، اني رتسال شتوت كافيه، اني رتسال شتوت كافيه، اني لو رتسال شتوت تي، اني لو رتسال شتوت تي، مع بعض كمان مرة في حالة المذكر، اني رتسال شتوت شوكو، اني رتسال شتوت شوكو، اني لو رتسال شتوت شوكولات، اني لو رتسال شتوت شوكولات، مع المؤنث اني رتسال شتوت كولا، اني رتسال شتوت كولا، اني لو رتسال شتوت ميتس، اني لو رتسال شتوت ميتس، ميتس عصير، كولا كولا، بتعرف هاي الكلمات. من الكلمات عندك كافيه، كافيه تي ميتس كولا بيره مايم ياين شوكو شوكولات، كله هذا. فكل واحد بده مع بعض، اني رتسال شتوت مايم، اني رتسال شتوت مايم، اني رتسال شتوت كافيه، اني لو رتسال شتوت كافيه، بدي وما بدي، رتسي ولو رتسي، هاي بدنا ننتبه لها، لانه دائما بدي وما بدي، رتسي للمذكر رتسي للمؤنث. يلا كلي، اني رتسال شتوت كافيه، رتسي لشتوت كافيه، اني لو رتسي لشتوت تي، اني لو رتسي لشتوت تي، اني رتسي لشتوت كوكا كولا، اني رتسي لشتوت كوكا كولا، اني لو رتسي لشتوت ياين، اني لو رتسي لشتوت ياين، اني رتسي لشتوت مايم، اني رتسي لشتوت مايم، اني لو رتسي لشتوت بيرة، اني لو رتسي لشتوت بيرة. اوكي، ما نستخدمها للسؤال عن الساعة. افتحوا لي الكتاب لو سمحتوا مشان نقرأ مع بعض بين مها وحسن، قراءة صامتة أشوف. أي صفحة؟ 1920. أي صفحة؟ منيح اللي عرفتوا أنه 14، يلا افتحوا لي على 14، قراءة صامتة أشوف. يلا بين مها وحسن، رح نتعلم اليوم مصطلحين، واحد اسمه كفار، كفار صار حاصل، وعود له ما صار حاصل، كفار وعود له. اوكي، كفار يعني اسا صارت الساعة، اسا ما صارت بالعامية، يعني الان. شو معنى اسا الساعة؟ هي الساعة الان حصلت، يعني الوقت قد حصل، يعني كلمة اسا اختصار للساعة، لكن بالعامية بنقول اسا صار الوقت، إسا ما صارت، إسا ما صارت، مش هيك؟ هي بمعنى الساعة اختصار بالعامية. وهكذا كفار عود له، يعني حصل باللغة الفصحى، قد حصل ولم يحصل بعد، حان الأوان لم يحن الأوان بعد،
كبار حان الأوان. عدلوا لم يحن الأوان بعد بالفصحى. أوكي؟ يلا. كرا صامتة أشوف. اقرأوا ردوا علي بالأول. مها. صوت عالي يلا ردوا. مها. بوكر توف. حسن. بوكر أور. مها. ما هشعاء أخشاب حسن. بنعيد. ما هشعاء أخشاب حسن. ليش صوتكم هيك؟ أخشاب لاحظوا كتبت بالعين وتلفظ ألف. أخشاب. تكتب عين وتلفظ ألف. أخشاب. ومنها حركة السلام الآن شالوم أخشاب. مرة تانية. حسن. أو سوري مها. ما هشعاء أخشاب حسن. بنعيد من أول. مها. بوكر توف. حسن. بوكر أور. مها. ما هشعاء أخشاب حسن. حسن. هشعاء أخشاب شمونة. مها. أنيت صريخة كبار لكم. صوت عالي. أنيت صريخة كبار لكم. هلا كبار لاحظوا كيف تنكتب. كاف بيت تلفظ في مع ريش. كبار هذا المصطلح صار لازم أقوم. صار لازم. آن الأوان. حان الوقت. أوكي؟ هذا معناها كبار. أنيت صريخة كبار لكم. لهيت رحيت ولهيت لبيش. بعد كلمة الصريخة بتأخذ اسم الفعل. لاحظوا لكم شمبوعل. لكم كأنك بتقول له فعل الأمر كوم. لكم بعدين لهيت رحيت يغسل ولهيت لبيش يلبس من لباش لبسة. حسن. أتعود لو تصريخة لكم. أنت ما صار لازم تكومي. ما صار لازم تكومي. أتعود لو تصريخة لكم. مها. أفال أني لو حلا. شو معنى أفال لكن؟ أني لو حلا. لست مريضة. هلا مرت معنا. بالصفات. درس الفات. أني لو حلا. أني لو حلا مع بعض. أني لو حلا. ويش لي هربي عفودا. بدي صوت. ويش لي هربي عفودا. بأمت والله حقيقة يعني بأمت بالاستغراب يعني كلها بأمت. ما يش مكرا. شو ما يش؟ شو معنى ما يش؟ شو معنى يش؟ شو في؟ ما يش. عيدوا مع بعض. ما يش. ما كرا. شو اللي حصل؟ شو اللي جرت انك بدك تقدم لي قهوة؟ شو في؟ يعني مستغربة. مرة تانية. بقيمت. ما يش ما كرا. ايوه هيك باستغراب. نعسانين. يعني ما تسهروا كتير بعد الفطور. اوكي. حسن. أتلو يداعت. أنت لا تعرفين يديع يداعت يدعيم يدعوت. لدعت شمبوعل ويدعا شمبولا. أتلو يداعت. إزي يوم هيوم. أتلو يداعت إزي يوم هيوم. مها. عادي كما بالعربية حكوها هيك. يلا مع بعض. يلا. هلا بطلتوا تقولوا دائما بتقولوا بدل ما حد يقول لكم كيف شو انت هيك بدل ما تقول نعم بتقول مش هيك. هلا بطلنا نقول يلا مرة تانية. كمان تذكر شيء يعني. هيوم. يشلي. يوم هوليدت. شو عندها؟ عيد ميلادها. هيوم
יש לי יום הולדת. גם וגם וגם וכמן וגם וכמן. هذا المصطلح حفظه. وقام بعل نهدار يش لي. شو معنى بعل؟ زوج. نهدار رائع. نهدار نهدرت. اوكي نهدار يش لي. نهدار هي لها علاقة في الكلمة العربية نادر وصفه يعني نادر او من النزر اليسير. نهدار يش لي. إذن أهم مصطلحين عندنا كفار صار لازم وعود له ليس بعد. الآن نتوقف قليلا عند هذا الحد من مراجعة هذا النص وتراجعين النص الذي يليه إتسل هروفي. والدرس القادم حاولوا تحضير السيدر يوم البرنامج اليومي الصفحة 16 البرنامج اليومي. الآن نريد أن نأخذ قصة عمية قبل أن نعود إلى النص السمعي. قصة بالعامية. اوكي قصة عامية شعبية بعد ذلك نكتب لكم القصة ونعطيكم اياها لكن جزء من السمع جزء من السمع نعطيكم القصة. نعم تسمعوا انتوا سمعتوا يوم من الايام باللغة العربية بقصة الغراب والثعلب. مين بحكي لي اياها غيرك؟ يلا مين بحكي لي قصة الغراب والثعلب؟ يلا مين بتذكرها؟ مين بتذكر شيء منها؟ انه مرة كان في غراب على الشجرة ومعه قطعة لحم. لحم بسار. لحم بالعربي شو؟ خبز. غراب شو بالعبري؟ غريف. شجرة اتس. اوكي؟ وثعلب شو معنى ثعلب؟ شعال. شعال كأنه بتغير الثين لشين بدل ما تقول ثعلب شعلب بعدين صارت شعال. اوكي قصة انه مر الغراب مر الثعلب عن طريق الشجرة شاف الغراب تمه قطعة لحم صار بده قطعة اللحم. شو قال له؟ قال له صوتك حلو غني لي شوي. شو عمل الغراب؟ صدق انه صوته حلو قاعد يغني وقعت اللحمة. هذاك اخذ قطعة اللحمة وراح. شايفين القصة قديش طويلة كبيرة بتخوف ولا بتنحفظ بسرعة؟ طيب هلا بدنا تحفظوها بسرعة ونعيدها مع بعض بس بدي صوت عالي ومع بعض. اوكي اخذنا باعم. شو معنى باعم؟ مرة. باعمايم مرتين. باعميم مرات. اف باعم ولا مرة. عود باعم كمان مرة. شيك موجودة اخذناها موجود عندكم بالدرس. وباعم لأنه مؤنسة بنقول أحد. باعم أحد مرة من المرات. يلا عيد وراي. باعم أحد. باعم أحد. عفار شعال. عفار شعال. على اليد هعيت. على اليد هعيت. وعلها عيت. وعلها عيت. هيا عريف. هيا عريف. باعم أحد. باعم أحد. عفار شعال. عفار شعال. على اليد هعيت. وعلها عيت. هيا عريف. هيا كمان مرة. عيدوا وراي بعدين بتعيدها وراي. اسمعوا يلا عيدوا وراي. باعم أحد. باعم أحد. عفار شعال. عفار شعال. على يدها عيت. وعلها عيت. هيا عريف. هيا عيد. باعم أحد. عفار شعال. على يدها عيت. وعلها عيت. هيا عريف. أوكي من عند كمان مرة. باعم أحد. باعم أحد. عفار شعال. عفار شعال. على يدها عيت. على يدها عيت. وعلها عيت. وعلها عيت. هيا عريف. هيا عريف. وبيبي هيا. هيا كان. وبيبي هيا. شو معنى بيبي؟ وبفيه. وهل ينطق من في فيه ماء بالعربي؟ يلا. وبيبي هيا. وبيبي هيا. بتاح بسار. وببيها يا بتاح بسار. هالشعال أمر. أمر العريف. الزيوفي. كورش الخاء. الزيوفي كورش الخاء. صوت أعلى. وباستغراب. الزيوفي كورش الخاء.
شو معنى إزي يوفي كل شرخة؟ ما أجمل صوتك. أوكي؟ بنعيد من أول. بعم أحد. بعم أحد. عفار شعال. عفار شعال. على يدها عيت. وعلها عيت. هيا عرف. وبيبيها يا. بتاح بسار. بتاح بسار. هشعال أمر. هشعال أمر. أمر لعرف. إزي يوفي كل شلخا. إزي يوفي كل شلخا. زمر لي معد. زمر لي معد. شو معنى زمر لي؟ غني لي. احنا عندنا مثل شعبي، كل طبال في له زمار، مش هيك؟ زمار وطبال. هنا زمر لي بمعنى غني لي. اوكي؟ زمر لي معد. هعريف فتح. فتح اتفي. لزمر. هبسار نفال. هبسار نفال. نفال على الأرض. هالشعال لكاح. لكاح اتها بسار. وهلاخ. وهلاخ. اوكي؟ بنعيدها كمان مرة. فزتوها 100%. بدكم تعيدوها للولاد. هاي اذا صرت استاذ عبري كيف تعلم بسموه سبور عمامي للتلاميذ. اوكي؟ يلا. باعم احد. باعم احد. عفار شعال. عفار شعال. على يدها عيت. وعلها عيت. هيا عريف. هيا عريف. وبيبيها يا. وبيبيها يا. بتاح بسار. بتاح بسار. هشعال أمار. هشعال أمار. أمار لعريف. أمار لعريف. إزي يوفي كل شلخة. إزي يوفي كل شلخة. زمر لي معت. زمر لي معت. هعريف فتح. هعريف فتح. فتح إتفي. فتح إتفي. لزمر. لزمر. هبسار نفال. نفال على الأرض. هشعال لكاح. لكاح اتها بسار. وهلاخ. اوكي؟ باعم احد. عبار شعال. على يدها عيت. على يدها عيت. علها عيت. هيا عريف. وبيبيها يا. بتاح بسار. هشعال امر. امر لعريف. ايه ايزي يوفي كل شلخة. زمر لي معات. عريف فتح. فتح ات في لزمر. هبسار نفال. نفال هالعارض. هسعال لكاح. لكاح اتها بسار ولا هلاخ.